الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وقيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وهم القوم لا يشقى بهم جليس. فهذا هو المجلس 72 من التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله. وقد وصلنا إلى الباب 19، وهو باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى من أجل التفريق بين السنة وبين البدعة. ففي الباب السابق عقد بابا في التحذير من البدع ومحدثات الأمور، ثم عقد هذا الباب باب من سن سنة حسنة أو سيئة، من أجل أن يعرف الفرق بين البدعة وبين السنة الحسنة، لأن أهل البدع يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، على بدعهم، فيخترعون عبادات وأدعية وأذكار ويقولون: من سن في الإسلام سنة حسنة. فهذا الباب فيه الرد عليهم، لأن معرفة أصل الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعرف به معنى هذا الحديث، سيمر علينا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هاتان الآيتان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب استدلالا بهاتين الآيتين على أن الإنسان يسعى في أن يكون إماما يقتدى به في الخير. ففي قوله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذه الآية جاءت في سياق ذكر صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان، فمن صفاتهم أنهم يدعون بهذا الدعاء: ربنا هب لنا، يعني ارزقنا من أزواجنا، والأزواج هنا يراد به الذكر والأنثى، فإذا كان الداعي ذكرا فهو يريد زوجا من الأنثى، وإن كان الداعي من الأنثى فهي تريد زوجا من الذكور. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، والذرية أيضا تشمل الذكر والأنثى، قرة أعين. وقرة أعين معناها أن تسعد العين برؤية هؤلاء الأزواج وهذه الذرية. وهذا الدعاء حقيقة ينبغي ألا يغفل عنه، لأن كل واحد منا يريد أن يكون له زوجا وذرية صالحة تقر بها العين. فقرة العين أن ترى هذه الذرية وهذه الأزواج على طاعة وعبادة وصلاح وإصلاح، وليس قرة الأعين أن ترى ذريتك أو أن ترى أزواجك في مناصب الدنيا ونحوها. قرة الأعين أن تراهم صالحين مصلحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهذا هو الشاهد، واجعلنا للمتقين إماما، يعني إماما يقتدى به في الخير، فيكون له أجر من عمل بمثل ما عمل من الأعمال الصالحة. ولكن هذه الإمامة مقيدة كما جاء في سورة السجدة. المصنف رحمه الله ذكر الآية الثانية في سورة الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ولو ذكر الآية التي في سورة السجدة لكان أفضل، لقوله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استدلالا بهذه الآية:
قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالإمامة في الدين لا بد لها من صبر ولا بد لها من يقين. الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. واليقين هو التصديق، أن تصدق بما وعد الله وبما أخبر في كتابه وأخبر ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن حقق الأمر، فإن حقق المرء هذين الأمرين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين، فكان صالحاً يقتدى به في أعمال الخير. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا هو الحديث الذي فيه من سن في الإسلام سنة حسنة. نعرف سبب ورود هذا الحديث حتى نعرف معناه فلا يلبس علينا أهل البدع. قال عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية، إن الله كان عليما، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد. تصدق رجل بديناره، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. فهذا الحديث حديث عظيم جليل، فيه من الفوائد الكثير، منها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو كما قال عنه ربه سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته صلوات ربي وسلامه عليه بالمؤمنين لما جاء هؤلاء القوم من قبيلة مضر، ومضر من أشرف قبائل العرب، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم عراة مجتاب النمار أو العباء، يعني عليهم لباس قد قطعوها لا تستر أجسادهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه هؤلاء القوم من الفاقة تمعر وجهه، يعني شفقة عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. فلما رأى ما بهم من الفاقة دخل ثم خرج، ثم أمر بلالا فنادى ثم أقام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطب، فقرأ آية النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، ثم قرأ آية الحشر يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة التي قال في آخرها تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره، ذهب رجل من الأنصار إلى بيته فجاء بصرة عجزت يده أن تحمل هذه الصرة، فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم قاموا وأقبلوا إلى بيوتهم، فذاك جاء بدرهم، وذاك جاء بدينار، ذاك جاء بملابس، ذاك جاء بطعام. فقال جرير بن عبد الله وهو راوي الحديث فرأيت كومين من الطعام والثياب. وهذا فيه سباق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الخيرات. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر بعد أن كان متمعرا من الفاقة التي رآها تهلل وجهه كأنه مذهبة رضي الله صلى الله عليه وسلم، فرحا بما رأى من إقبال الصحابة رضي الله عنهم إلى الخير،
ومن أجل سدهم لفاقة إخوانهم، فتهلل وجهه صلوات ربي وسلامه عليه كأنه مذهبة، أي استنار وأضاء. وهذه عادته صلى الله عليه وسلم، إذا رأى ما يسره أضاء وجهه كأنه القمر في ليلة البدر صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال هذا الحديث العظيم: من سن في الإسلام سنة حسنة. هنا يتبين لنا معنى هذا الحديث. ما معنى من سن في الإسلام سنة حسنة؟ هل معناها أنه يحدث شيئا جديدا في الدين؟ لا والله، حاشا وكلا. فالإحداث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. لكن هنا قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. فالمراد بمعنى هذا الحديث أن من عمل بالسنة فتابعه الناس على هذا العمل، لأن هذا الصحابي وهو الأنصاري لم يأتي بشيء جديد في الدين، وإنما قام وتبرع بصرة من المال، فعمل عملا عليه أمر الإسلام، ولكنه ذكر إخوانه وعمل عملا رآه إخوانه فتبعوه، فصار ممن سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل من بعده مثله. هذا معنى الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي عمل بسنة قد أميتت، أو أنه ابتدأ عملا من أعمال الإسلام فتابعه الناس عليها وذكرهم بها، فله أجره وأجر من عمل بعده مثله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من غير أن ينقص من أجورهم شيء، يعني لا ينقص من أجور العاملين شيء، فلهم الأجر، ولمن دلهم على هذا الخير الأجر أيضا مثل ما عملوا. قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها. والبدع والمحدثات من السنن السيئة التي من أحدثها فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فهذا الحديث حديث عظيم وفوائده عظيمة، ولكن أورده المصنف رحمه الله من أجل التفريق بين السنة الحسنة وبين البدع المحدثة. فليس هناك في الإسلام بدعة حسنة أبدا، فمن قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. والله ليس في الإسلام بدعة حسنة، كل البدع ضلالة. النبي وهو أفصح الخلق يقول: كل بدعة ضلالة. ويأتي من يقول هناك بدعة حسنة، لا، ليس هناك بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة ومهلكة وطريق إلى جهنم، نسأل الله عليه والسلامة. ثم ختم المصنف هذا الباب، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. هذا الحديث فيه التحذير الشديد على من يسن في الإسلام سنة سيئة، لأنه كلما عمل رجل بهذه البدعة وهذا المنكر كان على الأول نصيب من هذا الإثم، فكل قتل إلى أن تقوم الساعة يرجع إثمه إلى أول من قتل في الدنيا وفي البشرية، وهو ابن آدم الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل، أي نصيب من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وهذا الحديث يفيدنا أن نحذر من أننا نكون دعاة إلى الشر، خاصة اليوم في وسائل التواصل التي انتشرت فيها البدع وانتشرت فيها الخرافات وانتشرت فيها المنكرات. فتجد الرجل ينشر في حساباته على وسائل التواصل المنكرات، فيؤخذ منه هذا المنكر فينشر عند غيره، فتأتيه الأثام من كل حدب وصوب، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى المسلم أن يكون داعية خير، داعية إلى دين الله سبحانه وتعالى بحسب ما يستطيع، فينشر الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون له الأجر وأجر من عمل بما نشر إلى يوم القيامة، ولا يكون داعية شر فينشر الشر والمنكرات، فتكون هذه المنكرات وبالا عليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا آخر كلامي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.